زيارة البقيع ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث عائشة المتقدم، وزيارته سنة، والمرء المسلم ينبغي له أن يزور البقيع إذا كان من الرجال، وأما النساء فلا يزورن القبور على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن زوارات القبور. وأما الرجال فيسن لهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا البقيع وأن يدعوا لأهله بالأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الدعاء الذي تقدم ذكره في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن جاء البقيع يعلم، لا بد أن يعلم جزما بأنه الموضع الذي دفن فيه جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه إبراهيم رضي الله تعالى عنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه جماعة من أهل البيت، ودفن فيه جماعة من العلماء والصالحين ونحو ذلك. والزيارة الشرعية أن يأتي البقيع فإنه يذكر الآخرة كسائر القبور كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو لأصحابه بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحضور قلب، استحضار للعاقبة التي سوف يصل إليها الإنسان في يوم ما ولا شك في ذلك، ويزوره بأدب، لا يأخذ من ترابه ولا يتمسح بأحجاره ولا يأتي بشيء فيه مما يخالف كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأتي بأدب وحضور قلب ويدعو لأصحابه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يعني في هذا العهد اهتمت الدولة به اهتماما كبيرا، ومنعت من إقامة بعض الشعائر فيه التي هي ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما نتعبد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قبل أكثر من 300 سنة تقريبا في عليه قباب وأبنية وما شابه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح: ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته.